عليكم فل وياسمين مشاهدينا وين ما كنتم، نقول لكم مرحبا بكم في المشاهده. نهاركم ان شاء الله يكون اسعد الايام وانتم معنا وبرفقه القناه الوطنيه الاولى. باسمي وباسم كل الزملاء، كل الطاقم اللي معايا في كل الاسلاك اللي بشتراوها في الجينيريك واللي اكيد تعودتوا بيهم يكونوا يرافقوكم يوميا من الاثنين الى الخميس، ونضرب معاكم الموعد هذا يوميا باش نحاول نقرب قدر الامكان من كل اهتماماتكم في كل شبر من الجمهوريه التونسيه. عديد الاستضافات باش تكون حاضره لهنا هوني في البلاتو، كيف عنا اليوم برشا مواكبات باش نواكب الصناعات التقليديه ومعرض خاص بالصناعات التقليديه مباشره مع خميس بوطان في نقطه خارجيه من تطاوين. كيف ندوه اليوم باش تكون من تطاوين ايضا، والمحور نتاعها حول التنميه في خصوص المنطقه ككل وتطاوين بشكل خاص، وكيف باش يكون عندنا مواكبه للانشطه الثقافيه في نابل وغيرها من المواكبات. هذا طبعا الى جانب الفقره الرياضيه. اليوم الموضوع الابرز اللي نعيشه على ايقاعه في تونس هو المباراه الحاسمه لكاس العالم، ونحكيه على التصفيات الحاسمه، نحكيه على مباراه الذهاب تحديدا مباراه تونس ومالي. واليوم باش يكون عندنا فقره خاصه مع اسلام بن صالح، وممكن برشا باش يكون عندنا مباشره عبر الهاتف مراسل التلفزه الوطنيه امير الزيتوني. بعد قليل استناونا في فقره الرياضيه. الفقره الاقتصاديه مع مديحة معامري باش تسجل حضورها، ونرجع بعودة على قراءة في أهم المؤشرات، وأيضا باش يكون عنا في دليل حصتنا اليوم كيفاش نجموا نستعدوا لشهر الفضيل. مرة أخرى نعاود نقول كل عام وانتم بخير، وإن شاء الله يا ربي نبلغ رمضان وإحنا لا فاقدين ولا مفقودين، وإن شاء الله رمضان الخير واليمن والبركة. نسائم رمضان بدات توصلنا، هذيك علاش باش نحكيوا كيفاش نجموا نستعدوا جسديا، نحضروا بدوناتنا للشهر الفضيل هذايا باش يمر إن شاء الله دون تعكرات تذكر. نحكيو على الناس الأصحاء، ونحكيو أيضا على ذوي أو أصحاب المرضى الخاصة كيفما السكري، ضغط الدم، الكوليسترول وغيرهم، عافانا وعافاكم الله من الأمراض. هذا وأكثر إن شاء الله باش تراوه في دليل حصتنا لليوم، إلى جانب الأطباق اللي تسهر صابرين الشيف صابرين أنهم يكونوا كيف يحترموا كل معايير الجودة البنة، وخاصة أنهم يكونوا صحيين. صباح الفل صابرين. صباح الخير. صباح الخير الناس اللي تفرج فينا الكل. ان شاء الله اليوم كما عودناكم عندنا مع بعضنا تروا روسيت. احنا اليوم اخر نهار في الجمعه في البرنامج، دونك قلت نعملوا دباره للويكاند. قلنا باش نعملوا كسكسي، برشا عباد تحب الكسكسي في الويكاند، قلنا باش نعملوا كسكسي بالحوت اما على الطريقه الصفاقسيه. تبعوني باش نعطيكم لي ديتاي نتاع الغوسيت الكل، كيفاش نعملوا التقليه، كيفاش نعملوا الكسكسي، ولي ديتاي نتاع الغوسيت هذايا بالنسبه للكسكسي. وباش نعملوا بريك في الفور هكاكا، هذايا حاجه كي الرمضان نجموا نعملوا البريكه هكا في الفور في بلاصه ما نعملوه مقلي، هكا فكره. وفي الديسير باش نعملوا جينواز، جاتو جينواز، الغوسيت البازيك اللي هي الزينه جوست تفرق. احنا اخترنا اليوم باش نعملوها بالكريم وباللاموند. تبعوني اكيد باش نعطيكم لي ديتاي نتاع كل غوسيت ولي زانغريديون نتاعها. دونك مانيش غالطه برشا، مانيش غالطه جمله كي نقولوا انه نسائم رمضان هكا تحس فما جو خاص الحقيقه محلاه في تونس كيما سائر البلدان العربيه. فما حركيه خاصه، فما تحذيرات خاصه، فما استعدادات نفسيه واستعدادات حتى على مستوى الديكور. البارحه حكينا فواح رمضان ريحته بدات تفوح، واليوم صابرين زت عملت لنا البريكه، يظهر لي هذايا من نجم كان ياكد كلامي. يلا نسمعوا فيروز نغم نبداو به صبحيتنا، وان شاء الله نهاركم اسعد الايام. تفضلوا. نظر لازم ودعكن وخبركن عني، انا كل لحظه لو منكن ما كنت بغني. نظر لازم ودعكن وخبركن عني، انا كل لحظه لو غنينا أغاني عورة إني صباح الفل والياسمين للناس اللي التحقت بنا في المشاهدة. عديد الفقرات اليوم معنا وفي جانب كبير منها عنا عديد المواكبات لكل جهات الجمهورية التونسية. نستناو في زوز مداخلات، زوز نقاط خارجية باش يأمنهم زميلي خميس بوطان اللي البارح عمل معنا مداخلات ولا أروع، عطانا الصور ولا أروع في مواكبة لمهرجان القصور الصحراوية ورينا تصاور ياسر مزيانين البارح. اليوم كيف كيف باش يعطينا أصداء الجهة من خلال المداخلة بعد قليل، وكيف كيف زميلتي كوثر الشايب مباشرة من سيدي بوزيد نستناوها هي أيضا في نقطة خارجية أخرى. احنا نمشيو للعنصر المصور هذية حركات رياضية، ديما نوصي ونقول أنه نعملوهم هذوما سهلين برشا خلف الكاميرا وانتوما تتفرجوا فينا في هذا الصباح. تفضلوا. صباح الخير كالعاده، مرحبا بكم في حلقه جديده وفي روبريك جديده. اليوم قررنا باش نعمل لكم ديزيكزارسيس تاع كارديو. نعرفوا اللي اغلبيه التوانسه يعانيوا من مشاكل مع الزياده في الوزن، دونك هذا سبيسيالمون عليكم. طب 1 2 3 4 6 7 8 9 10 ان شاء الله تكونوا استمتعتوا الناس الكل. نعرف الناس الكل ما عندكمش كوتش ياسين، اما تنجموا تلقاو اي واحد من عائلتكم يعاونكم، ولا تنجموا تحطوا مخده، تنجموا تتصرفوا، نعرفكم تعملوا المستحيل. دونك هذه هي السيونس نتاعنا اليوم، ان شاء الله تكونوا عملتوا جو، نتقابلوا في سيونس جديده. باي باي، بونجور للناس الكل. شكرا. دونك هذايا الكوتشينغ، ومعانا يعمل في مجهود هو ايضا باش نجموا يكون متنوش اللقاء نتاعنا، متنوع ويمس جوانب مختلفه. احنا هوني باش نبداو كيف ما قلت نحكي، بدينا نحكيو على رمضان الحقيقه، وبدات نسائم رمضان، وبدينا نشموا في ريحه الشهر الفضيل هذايا، واستعدادات العائله التونسيه مميزه على ايقاع الشهر هذا، وهذا اللي باش نحكيو فيه ولكن من جانب خاص. صباح النور، صباح الفل مدام فاطمه. صباح الخير، صباح النور والانوار للساده المشاهدين الاخيار وليك وكامل الفريق العام بهم. شكرا ليك. مانيش غالطه مدام فاطمه كي قلت اللي العائله التونسيه كيف ما سائر بلدان العربيه الاسلاميه خليني نقول، عندنا استعداد خاص، عندنا محبه وعشق خاص للشهر هذايا اللي تعلو فيه الروحانيات، واللي التوانسه الكل تستعد له بصفه خاصه. اكيد اكيد التوانسه تستعد من كل النواحي، من الدار تزهى، الحياه تزهى، البلاد تزهى، الدار تزهى، والانفس تزهى. صحيح، نستقبلوه بكل جوارحنا. اي احنا كي نهبطوا توا بالكاميرا مثلا لتونس والعاصمه والا الاسواق في الجهات، نراو الحركيه هذه، ناس تبدل في المعونه نتاعها، كل قدير وقدره. فما معناها نقول شراءات خاصه لشهر الفضيل، التوابل، الفاريون، كل شيء، الطاحونه تلقاوها مليانه، ريحه البسيسه، ريحه الدراع، يعني هذا الكل بخلاف شنو نعملوا في ديارنا. قل لي انت عاد كل شيء. والله والله شنو باش نقول لك، نقول لك حتى العباد كي تبدا تدور تقول ريحه رمضان فيحت. شو ريحه رمضان في انفسهم وفي ارواحهم، ويبدلوا كل شيء. نقولوا احنا المشمع نتاع القجرات، الدوزين نتاع الدار يشريوا كل قدير وقدره، يعطيك الصحه، روتوشات في الديكور، محلاهم بالحق. هذه روح جديده، روح الشهر الفضيل، لانها العباد تلوج المسلمين. احنا نقولوا سيدي رمضان ونقولوا المسلمين معناتها بصفه عامه. صحيح، يلوجوا على احياء الروح الجديده، يلوجوا على خلق سعاده. صحيح. واحنا علاش حبيت ناكد انا ونعمل هالدخله الصغيره هذه مدام فاطمه، ولو هو راهو مدخل لموضوعنا من جانب اخر، اي يشبه له في صلبه، يشبه له التوانسه اللي في الخارج، ونعرف اللي بارشا منهم يتواصلوا معنا عبر القناه الوطنيه ومن خلال الفضاء هذا الصباحي. ما تتصورش قداش يعني لهم انهم يراوا اجواء رمضان عبر الوطنيه، وما تتصورش قداش يحسوا رواحهم يقولوا في الغربه، هذا هما يقولوه في الشهر الفضيل هذا بالذات. دونك بالحق انا نقول هنا عندهم الحق، وان شاء الله احنا باش نوصلوا لهم ريحه رمضان وصوت رمضان طيله شهر رمضان المبارك ان شاء الله. قل نقولوا لهم الساعه 1000 تحيه، وان شاء الله رمضانهم مبروك، ونقولوا لهم احنا معاهم بقلوبهم، وتونس معاهم معناها فين يمشيوا يهزوها معاهم بروحها وبالاستشعار وبكل شيء. وسيدي رمضان يعني الحنين راهو. صحيح صحيح، نتفكروا ديما اللمه الحلوه، اللمه الباهيه. باهي، احنا خلي فرصه مالا نقول للساده المشاهدين باش نتواصلوا معكم ان شاء الله في رمضان من خلال البرنامج هذايا تحت تسميه جديده، نسمه رمضان، باش تهل عليكم وتجيب لكم الاجواء الرمضانيه للمقيمين داخل الجمهوريه وخارجها. احنا باش نحكيو على شهر الفضيل هذايا، قلنا فرصه انا وياك انه نحكيو على بعض السلوكيات اللي من المفروض انه على طيله العام الحقيقه هكا، ولا مش كان في شهر الفضيل، اما ما فيها باس نبداو نذكروا الناس من توا ببعض القيم. اي احنا اغتنمنا الفرصه نتاع الشهر الفضيل، علاش؟ احنا داقين الباب باش نسمعوا جواب طيب، لانه وقت اللي نحكيو لهم على الحاجه هذه في سيدي رمضان اكيد باش تلقى صدى وهواء لدى الاغلبيه. صحيح، لان باش نقولوا لهم راهي هذه من الشعائر. موضوعنا اليوم اول من ابتدعوا، اول من عملوا هو ابليس اللعين اللي وسوس الادم معناها باش هبطوا للارض، اللي هي الاشاعه، كذب عليه، الكذبه والنميمه والألسن الخبيثه، وهذا كل شيء يعني كل شيء اللي مش مربوط كان بالشهر الفضيل. مره اخرى نقول هذه من خصال المسلم والمؤمن واللي يخاف ربي في الاخلاق بلدي اكثر من اخلاق. احنا وقت نقولوا اشاعه، الاشاعه هذه كلمه متكونه من 7 احرف، لكن هي معناها في معناها وفي الافعال نتاعها والمضمون نتاعها هدامه. الاشاعه نلقاوها الاشاعه العسكريه، الاشاعه السياسيه، الاشاعه الفنيه، الاشاعه في المجتمع، الاشاعه داخل الاسره، لكن اينما مرت هالاشاعه هذه الا ما وزلزلت الدنيا. واقوى وحده سامحني ايناس معناتها ديما انا نحب نتخير الكلمات وننتقيها الايجابيه والحلوه، لكن في موضوع الإشاعة، راهي الإشاعة الحاقدة أقوى أنواع الإشاعات، لأنها هدامة وقاضية ومميتة. أي أنت صنفت ولو هو الإشاعة بكل أنواعها خايبة، أما أنت ركزت على الهدامة، بمعنى حبيت تقول أنه مثلا ساعات واحد يقولوا عرس وهو ما عرسش، جاب صغيرات هو ما جابش صغيرات، سافر شري كرهبة شري فيرما، هذا نوع من الإشاعات. هذا نوع من الإشاعات اللي زاد وراه ذا غنى، راه مش وراه محبة. حسين انا باش نقول لك ايناس، احيانا علاش قلت لك الحاقده اقوى واحده فيهم، لانه ساعات فما الاشاعات من باب التسليه، فما ناس ما عندها ما تعمل تقوم تستنبط تقول معناتها هدره وحديثه. مثلا احنا لاحظنا وموضوعنا يمس زاد بالشهر الفضيل وبالاحداث اللي نعيشوا فيها. العواشر احنا منا تويسه نقولوا العواشر، توا في عواشر اذا ما قصت لك ريحه رمضان بدات ما شاء الله. اذا من الاشياء انت معناتها لاحظ انت والساده المشاهدين وكل من يسمعوا فيا، اللي قبل ما تجينا ديما أزمة سواء اقتصادية، نقص الفارينة، نقص السكر، اللي هو إلا ما يسبقوا قبلها بالكلام، وقت يسبقوا يخرجوا الإشاعة هوك الحكاية بشتوفة. دونك العباد الكل تنطلق في نفس الوقت للشراءات اللي تستحق اللهفة الكبيرة، فتفرغ الفضاءات، هوك الإشاعة كادت هدامة هوني ولا لا، وخلقت أزمة اقتصادية. هذه اقتصادية. بعض الإشاعات تطال يعني تكون جارحة ودامية وساعات أخلاقية الإنسان في الفرش مدام فاطمة. بالحق معناها نقولوا احنا تبرك، سامحوني في الكلمة وبالتونسي تبرك الجمل، معناها تخلي إنسان يمرض يشد الفرش كاريمون، تمس حياته تمس شرفه تمس عرضه، يعني بعض الإشاعات مغيظة. أنا عندي بحث نعمل فيه، عندي عامين على الإشاعة، ومعناتها عملت تنقل ميداني معناها لعدة جهات اللي هي المحكمة واللي هي مستشفى الرازي وكل. الإشاعة وصلت عباد للموت، وصلت عباد للانتحار، وفما عباد معناتها في الرازي ويعانيوا من انهيار نفسي حاد. هذا الكل علاش؟ لأنه أنت والنفس كيفاش تتقبل، وهي الإشاعة راهو المطلقين نتاعها يا إما حقدين مغرضين، وفما الإشاعة الحالمة اللي يحبوا مثلا عندهم هدف بك الدار هذيك، ولا واحد يحب على طفله كما نقولوا ما قبلتش والا العكس، فيلتجؤوا الى معناها اطلاق الاشاعات المشوهه والمغرضه في حق اخلاقهم وفي حق سلوكهم وفي حق حياتهم ككل. وفما زاد العكس اللي يلقاو عائله متماسكه ومراه وراجلها يفركسوا شنو معناتها كيفاش باش يدخلوا، ففما اطلاق معناها هذه الاشاعه الحالمه. اي برشا اشاعات ريناها تويكا ولات سهله الترويج نتاعها، قبل كانت دبوشة وغاي من عبد العبد، اليوم كأنه المناخ أسهل. وسائل التواصل الاجتماعي ساهمت، أو استغلالها بلوتو هي خاطئة، أما الاستعمال الخاطئ لوسائل التواصل الاجتماعي هو اللي سهل شوية مرور الإشاعة وانتشارها. قبل قبل نقولوا احنا الزمن الجميل، وان شاء الله الازمان تولي اجمل واجمل إن شاء الله للاجيال القادمه، نخليوا ديما التفاؤل معناها هو نافذه مفتوحه. قبل كانوا العباد كي باش يسالوا على موضوع يمشيوا لاولي الشان معناها للناس الكبارات اللي هما تقات وكلمتهم مسموعه ولا ترد. توا في معناتها العولمه هذه الالكترونيه معناها التواصل الاجتماعي سواء فيسبوك سواء تويتر بكل انواعه معناها بكليك نقولوا احنا بالبارتاج، فتولي بسم الله عافاكم الله فضيحه كبيره. اي صحيح. وساعات مبنيه على باطل، واغلب الاحيان مبنيه على باطل. اي معناتها التواصل الاجتماعي والوسائل نتاعو والنفسيه نتاع العباد هي اللي ساهمت اكثر واكثر واكثر في انتشار الاشاعه. اللي يروج الإشاعة هو إنسان خبيث بدرجة أولى، هو إنسان مريض حقود، يعني نفس نقولوا احنا وفي نفوسهم مرض يقول القرآن. دونك الناس هذوما ساعات نلقاو حتى إشاعة تقول إنه فنان اسم معروف توفي، معناها شوف انت الصدمه اللي يعملوها لعائلته، شوف هيك الزلزال اللي يحدثوه، هذوما الناس ما يخافوش ربي بالحق. لا، هذوما الناس ما يخافوش ربي، والقرآن معناتها ربي سبحانه وتعالى قال إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. إذا احنا معناها في وسط هالخضم هذا الكل كيفاش نتبينوا؟ يلزمنا فما حاجه اضعف الايمان، فما الاشياء السلبيه اللي هي شنو؟ يقول لك انا نشرت، انا سمعت، انا عاودت، هذا الكل راهو سلبي، راهو انت يلي تسمع النميمه وتسمع الحديث وتسمع اللي يتكلم على عرض فلان وفلتين، راك انت مشارك معاه. لا ما فروا، احنا مش نقولوا في التنميه الذاتيه والبشريه الكارمه وكارمه الحياه راهي تدور ترجع لك باكثر واكبر، وربي سبحانه كما معناها قلت لك راهو ابليس اللعين هو اول نمام واول كذاب معناها اللي علم الكذب. هذوما باش يكونوا كان الا اصحاب واصدقاء وخدمه الشياطين وخدمه ابليس، يجب ردعهم. صحيح. واحنا في بالمناسبه هذه كما قلت العواشر والسيدي رمضان ان شاء الله، ولو انه احنا راهو هذايا الكلام ينطبق نورمالمون في سلوكيات المسلم على امتداد حياته. ما قلنا فرصه في سيدي رمضان، ما قلنا في سيدي رمضان، صحيح فرصه نراجعوا سلوكياتنا. هذه من الشعائر الدينيه، امسكوا السنتكم، امسكوا معناها افواهكم واحقادكم على اعراض الناس. راهو ربي هذه راهي تعتبر من الاشياء الكبيره لانها تمس النفس والروح والقلب. باهي خلينا ندخلوا صافين النيه، ندخلوا صافين السريره نتاعنا، ندخلوا بصندوق نظيف لشهر الفضيل، ونعملوا دعوه. نرجع لك برك باش نعملوا دعوه للتسامح. والناس مثالي راهو ساعات نغلطوا حتى بحسن نيه، نجم نغلط، نجم نسمع حاجه ونرددها وانا ما قصدتش ونجرح هيك العبد هذاك. فرصه باش نحلوا قوس جديد، نفتحوا صفحه جديده مع برشا ناس. هذه دعوه نحبها منك انت بطريقتك، لانه مدام فاطمه نذكر ديما تعمل لنا التنميه البشريه بتونسه، يعني بطريقه تونسيه، يعني على طريقتها هي، على طريقه تونسيه. احنا نقولوا ان شاء الله ربي يهدي العباد على بعضها الساعه قبل كل شيء، هي هدايه من المولى عز وجل. ان شاء الله التصافي والتشافي للجميع. ومن هوني من المنبر هذايا ومعناتها اطلاق نيه صفاء ونيه سماح، وان شاء الله نبنيو. راهو مسؤوليتنا البناء، راهو في الاسره، داخل الاسره، وبعد معناتها في داخل المجتمع، وباقي داخل العالم اجمع. ربي يهدينا على بعضنا، وهذه راهي من الشعائر الطيبه والجميله. صفيوا النيه وصفيوا الانفس وامسكوا السنتكم يهديكم، ومعناتها ما يخرج من عندكم كان الذكر الطيب والكلام الحلو. يعطيك الصحه مدام فاطمه، عجبتني. امسكوا السنتكم يهديكم الله، فيها صرامه يلزم لا الامساك، خاطر من الاشياء التي تمس وتمس معناها في الصميم. صحيح صحيح. شكرا ليك مدام فاطمه، نورتني. ومحلاه الكلام كي نقولوه بالتونسي الساهل نتاعنا، نقولوه بالعاميه التونسيه نتاعنا، لانه بالحق هذا هو التونسي الاصيل، راهو يبعد على كل ما هو لا اخلاقي ولا ديني. شكرا لك مدام فاطمه، بديت معاك الصبحيه هذه بالكلام الزين هذا الكل والرزين واللي فيه برشا حكمه. نعملوا طلع على صابرين لانه يبدو عندها خطوه مهمه، ونتعرفوا على المكونات ونرجع. إيناس احنا باش نبداو باول غوسيت بالنسبه لليوم. انا اليوم اخترت انه كل غوسيت نعملوها مع بعضنا ونعطيكم لي زانغريديون تاعها. اول غوسيت باش نبداوها تو نعطيكم لي زانغريديون تاعها هي الكسكسي. حاجتنا بالكسكسي، الكسكسي جوست باش نبلوه بشويه ماء، باش نخليوها على جنب ومن بعد نفوروه. بالنسبه للكسكسي بالحوت شنو باش نعملو؟ باش ناخذوا الحوت نقصوا كل كعبه على زوز، باش نطيبوا في الصوص البارتي نتاع الراس والبارتي الثانيه باش نعملوها مشويه. باهي، ولهنا عندنا البصل نقصوه، عندنا طماطم مكعب، عندنا الفلفل، عندنا الفاحات نتاعنا، طماطم معجونه. اول حاجه باش نعملوها باش نحطوا زيت زيتونه وباش نحطوا البصل. البصل لازم يولي عاطي لونه على الكراميليزي، يعني مش جوست يتذبل شويه، باش نغطيوه ونخليوه نار قويه شويه، نخليو البصل يتقلى. لهنا عندنا طماطم مكعب، حاجتنا بطماطم مكعب للتقليه، لازم فما طماطم مكعب وطماطم معجونه. التقليه هذيا سواء ناكلوها بالخبز والا نزينوا بها الكسكسي. من بعد في طريقه التقديم تنوريكم كيفاش. والكسكسي على الطريقه الصفاقسيه ما فيهش خضره، راهو فيه جوست الحوت والتقليه هذيا المعروفه المعروفين بها. باهي، باش ناخذوا الطماطم ونقصوها، نقصوها طروف صغار باش تعاوننا في ساعه تتذبل. وتو نعطيكم كيفاش باش نفوحوا للحوت المشوي. كيف كيف في الحوت المشوي نعملوا ماريناد، نحطوا في وسطها الحوت يتشرب هذاك لفاح ومن بعد نشويوه. وقد ما نحطوا انواع نتاع حوت مختلفه قد ما يجينا المطعم ابن، هذاك علاش انا اخترت اليوم ورقه وقاروس. قد ما ننوعوا قد ما تجي ابن، نقولوا احنا تجي اقوى، خاطر نقولوا احنا كسكسي بالحوت ولا مرقه صفاقسيه لازمها تجي قويه. على جنب غاديك خليت الزيت باش نقلي فيه الفلفل، باش نعملوا فلفل مقلي للتقليه وفلفل من بعد في الاخر نحطوه في الصوص. نكملوا نقصوا كيما هكا باش نوريكم كيفاش لازم البصل يولي لونه قبل ما نحطوا الطماطم. بالنسبه للتفويح جوست شويه فلفل، مش شويه ولا محل بالكدا فلفل زينه، اما شويه بالكل كركم، ملح، وفلفل اكحل. بالنسبه للكمون نجمو نحطوه في الاخر، والحوت ما نحطوه كان في الاخر، كي المرق يطيب وكل شيء وقتها باش نحطوا الحوت في المرق نتاعنا. هات قبل كل شيء لهنا نوريكم كيفاش نعملوا الماريناد بالنسبه للحوت. باش نحطوا لهنا زيت، عندنا لهنا الزيت، باش نحطوا الملح، عندنا لهنا كعبه قارص باش نعملوا عصره قارص، باش نحطوا كمون مغرفه باهيه كمون، باش نحطوا شويه فلفل اكحل، الكركم وشويه بالكل فلفل زينه، نجمو نستغناو عليه الفلفل زينه. المهم الكمون في الزيت مع الكركم وشويه ملح. نجمو في بلاصه ما نحطوا الملح لهنا نفوحوا كعبات الحوت ومن بعد نحطوهم. هذايا الماريناد باش نحطوا فيها الحوت، قد ما يتشرب قد ما يجي أبن، نخليوها على جنب باش من بعد نشبيوه. نجيو لهنا البصل لازمو يزيد يتقلى اكثر، كيما هكا. من بعد هذا البصل ديكو يتذبل باش نحطو احنا الطماطم، وباش نحطو طماطم معجونه ونحطو لفاحات. كي تولي عندنا صوصه كي خاطره باش نهزو منها صحين ونحطوها على جنب، ومن بعد الباقي باش نقعدو كل مره نمرقوه. هذاك باش يكون الباز نتاع المرق نتاع الكسكسي، تكون جاريه لا محاله، مش عاقده شويه كيما انواع الصوص بالنسبه للكسكسي الاخر، خاصه ما فيهاش خضره، يعني ما فماش حاجه باش تخليه يعقد. ما فماش البطاطا، احنا نقولوا البطاطا تخلي المرق يعقد ولا السفناريا والكل، هذا جوست مرق ما فيهش خضره جمله. اما راهو نجموا نعملوا بالطبيعه الكسكسي بالخضره مع الحوت، اما وقتها نقولوا احنا كسكسي بالحوت بالخضره، اما احنا توا نعملوا فيه على طريقه صفاقسيه اللي ما يحطوش فيه حتى نوع نتاع خضره، بخلاف البصل بالطبيعه هذا والطماطم اللي قاعدين يتقليو باش يوليو هما الباز نتاع الصوص. لهنا الزيت باش نقليو فيه الفلفل، الفلفل هذا باش نحطوه في التقليه نتاعنا من بعد. كيما قاعدين تشوفوا البصل يتقلى مليح قبل ما نحطوا الطماطم. ولهنا انا حضرت الفاخس نتاع البريك اللي باش نعملوه في الفور، ناخذوا لهنا جوتة جبن زيتون بصل معدنوس، حسيتوا لي زانغريديون اللي تحبوا عليهم الكل كي نعرفوهم احنا بنين نحطوهم. المهم ما نحطوش بطاطا باش ما يجيش قوي، دونك باش نعملوه في الفور. وكان نعملوا حاجات فيهم لي فخوماج الجوتة التون الحاجات هذوما، نجموا نزيدوا شويه هروس زايده. باهي احنا توا نجموا نزيدوا الطماطم نتاعنا، الطماطم هذيا باش نحطوها نحطوا الطماطم. وباش نحطوا الطماطم معجونه مغرفه ومغرفه اخرى، مغرفتين طماطم معجونه، باش نحطوا شويه ملح اكيد من بعد نتفقدوه، باش نحطوا شويه بالكل كما قلت لكم الكركم، فريمون شويه هكا نجموا حتى نستغناو عليه. باش نحطوا الفلفل الزينه مغرفه باهيه فلفل زينه، نجموا نزيدوا شويه، اما في المرحله هذيا نردوا بالنا باش ما يتحرقش الفلفل. دونك لهنا خذيت شويه ماء باش نحطوا له شويه بالكل ماء هكاك باش نضمنوا انه الفلفل ما يتحرقش ما يعطينيش المراره، خاطر الفلفل الزينه كي معناتها تكون نار قويه وزيت وكل يعطي مراره في الماكله اذا يوصل يتحرق. هذايا الكل توا، هذايا الكل باش نحطوه يتقلى، ومن بعد ديك الصوص تولي خاثره باش نهزو منها طرف ونمرقوا. هذاك شنو باش نعملوا؟ اكيد نرجع لكم من بعد نوريكم في انا مرحله باش نحطوا الحوت وكيفاش باش نعملوا البريزونطاسيون نتاع البلا هذايا، ونبداو اكيد من بعد في لي ريسيت الاخرين. نرجعوا لك ايناس، احنا مواصلين باش نقراو القراءه نتاعنا يوميا كما تعودنا في البلاتو الفرعي. بعد الغم هذايا باش نمشيو نسمعوا الاخبار الجهات من حنان القاسمي، ومن بعدها اخبار العالم واجمل ما كتب عن تونس مع زياد هنية بعد النغم. مرحبا بكم مشاهدينا من جديد. يوميا تجينا حنان القاسمي وطبعا معاها اخبار الجهات. الجوله هذه اللي نحرص يوميا انها تكون موجوده. صباح النور والفل والياسمين حنان. مرحبا ايناس، اهلا وسهلا ومرحبا بكل من يلتقط صورتنا على القناه الاولى هذا الصباح. كالعاده اخبار الجهات حاضره، مجموعه من الاخبار باش نبداو احنا مع خبر وطني صحي، وين البارحه اعلن وكشف عضو اللجنه العلميه لمكافحه فيروس كورونا الدكتور أمين سليم أمس الأربعاء 23 مارس أن وزارة الصحة ستعمل على تكثيف نسق عمليات التلقيح ضد فيروس كورونا، وسيتم تأمينها نهارا وليلا خلال شهر رمضان المعظم. وأوضح أنه تم الاتفاق خلال اجتماع اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا على أن تشتغل المراكز التي سيقع تخصيصها للتلقيح بكل الولايات خلال شهر رمضان من الساعة 8 إلى الساعة 1 بعد الزوال، وذلك وذلك على امتداد 6 أيام كاملة. وبخصوص تأمين عمليات التلقيح ليلا في شهر رمضان، أكد الدكتور أمين سليم أن وزارة الصحة هي الآن بصدد التحذير لتأمين عمليات تنظيمها في أفضل الظروف. جميل برشا هذيا للناس اللي سورتو مازالوا ما عملوش جرعة المناعة، وحتى يحكيوا حتى على جرعة رابعة أيضا، وأهمية الجرعات هذوما في تعزيز المناعة نتاعنا. دونك مش باش يكون مانع أو حائل شهر رمضان المبارك في استكمال بقية التلقيح، وقديش مهم خلينا نتفرهدوا وندخلوا إن شاء الله صيفية 2022 بصحة وسلامة إن شاء الله. آخر نمشيو احنا للوطن القبلي وتحديدا للحمامات، أين اختتمت أمس الأربعاء 23 مارس 2022 فعاليات الدورة الأولى لمهرجان الطهي، والتي كانت قد انطلقت يوم 20 مارس بمدينة الحمامات بمشاركة طباخين من تونس، الجزائر والمغرب. وصرح قيس لعلي رئيس جمعية القصور الذهبية للطهي على هامش هذا المهرجان أن هذه الدورة خصصت للأطباق التراثية للمطبخ التونسي التقليدي وأيضا الجزائري وأيضا الطبق المغربي، وكان الهدف منها هو الترويج للسياحة التونسية. وأضاف أنها تساهم مثل هذه المسابقات في تسويق المنتوجات المحلية. أيضا تم خلال هذه الدورة تقديم أطباق متنوعة ومسابقات لفنون الطهي خاصة بالهواة وأخرى أيضا خاصة بالمحترفين، إلى جانب عروضة موسيقية وفنية متنوعة. باهي وليت شبه عرف يا حنان، طبعتك بانتباه على خاطر كل عام في نفس التوقيت هذيا نحكيو على الدوره هذيا اللي تحتفي بشكل خاص بالتراث اللامادي نتاعنا. نتصور كيما تبقى اللي تحضر فيه الشيف صابرين معنا الكسكسي بالحوت اكيد موجوده حسب ما فهمت. اكيد 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 ديما كيما نعرفوا الطبق هذيا الاكله التونسيه تكون حاضره ديما في كل المناسبات. احنا نمشيو لجوهره الساحل سوسه، وين تسعى بلديه سوسه الى الحد من استعمال السيارات في وسط المدينه لتحقيق غايات بيئية ولتسيير حركة المرور التي تشهد اختناقا كبيرا خصوصا في ساعات الذروة. وقد نظمت بلدية سوسة مؤخرا تظاهرة تحسيسية توعوية تحت شعار أهمية التنقل المعتدل، تم خلالها منع جولان ووقوف السيارات وسط مدينة سوسة، واستحسن أهالي سوسة هذه البادرة. جميل جدا. واحنا في علاقه بالموضوع هذايا باش نحكيو على حاجه طريفه شويه ولكن عندها اهداف كبيره بعد قليل حنان في فقره السلامه المروريه اللي عملناها بخصوص العطله هذيا، باش نحكيو على الجمال في الجنوب اللي تكون سبب في برشا حوادث، وكيفاش جمعيه الوقايه من حوادث الطرقات توقعت وعملت شنو المبادره اللي عملتها في الاطار هذايا الجموله في حلقتهم بالحوادث الطرقات. استناونا بعد شويه. جميل جدا. يقعدوا مشوقين باش تابعوا. نمشيو احنا للجم، وين تحت زخات المطر المتهاتلة على القصر الأثري بالجم وعلى إيقاع النغمات الموسيقية القادمة من عمق التاريخ الإنساني ومجد حضارته المتعاقبة، اختتمت نهاية الأسبوع المنقضي فعاليات تظاهرة تيسيدريوس وهي في الأيام الرومانية بالجم في نسختها الخامسة، وسط حضور جماهيري كبير ومنقطع النظير كان على امتداد 3 أيام في الجم، وكانت ضجة بالحركة والألوان الزاهية والموسيقى الراقية. جميل جدا. الحقيقة برشا مهرجانات توقفنا عندهم. البارح عدينا مهرجان بنيخداش في المباشر، عدينا مهرجان الكسور الصحراوية مع زميلي خميس بوطان. اليوم نستناو في صور ولا أروع باش تجينا من توزر مع مراد مزيود بعد قليل، وبعد شوية في مداخلة في نقطة خارجية مع زميلتي كوثر الشايب من سيدي بوزيد باش نحكيو على الدورة 37 المهرجان الدولي للجواد العربي الأصيل. تو تشوفوا من بعد أجواء مزيانة برشا باش تهزنا للجنوب التونسي. حركية ثقافية. حركية ثقافية محلاها. أي محلاها. وهنا احنا معناتها كنا مواكبين ما شاء الله خلال برنامجنا لمختلف الأحداث الثقافية اللي برشا توانسة متعطشين ليها خاصة بعد فيروس كورونا. أي هوني خلينا نشكرك بربي حنان لأنه يوميا كانت عندنا نقطة خارجية في مواكبة لأيام قرطاج لفنون العرائس، وأمنتها لنا أنت وزميل عامر السكراني. دونك مشكورة جدا على النقاط الخارجية أيضا إلى جانب هالقراءة المميزة هذه للأخبار. شكرا لك إيناس. تونس. احنا نمشيو للجنوب التونسي تحديدا القفصة، وين احتضن البارحة الأربعاء 23 مارس المركب الجامعي الثقافي والرياضي بقفصة فعاليات الاحتفال بالأسبوع التونسي الفلسطيني على هامش إحياء ذكرى يوم الأرض تضامنا مع الشعب الفلسطيني. وكان شعار هذه التظاهرة الانتهاكات التي يتعرض إليها الأسير الفلسطيني بالسجون. وقد حضر لهذه المناسبة ضيوف من فلسطين من بينهم ممثل السفارة الفلسطينية بتونس. وأكد في هذه التظاهرة مدير المركب الجامعي الثقافي والرياضي بقفصة على أهمية هذه التظاهرات وخاصة تنظيمها في تونس من أجل دعم القضية الفلسطينية. جميل جدا. باهي، وين باش تهزنا حنان؟ احنا باش نمشيو للمهديه. في خبر جميل انه لم يتم تسجيل غلق مؤسسات حرفيه طيله فتره كورونا، وين نفت المندوبيه الجهويه للصناعات التقليديه بالمهديه السيده لطيفه الطيف غلق وحدات او مؤسسات في مجال الصناعات التقليديه في الجهه طيله فتره جائحه كورونا. واضافت ان الحرفيين في الجهه عانوا مثل غير من ركود المبيعات وتراجع العائدات مع ارتفاع أسعار المواد الأولية، لكنهم تابعوا العمل والابتكار. وبينت في هذا الإطار أن حوالي 50 حرفيا من الجهة شاركوا في فعاليات المعرض واللي هو تحت عنوان الصالون الوطني للابتكار في الصناعات التقليدية. وشددت على أن الديوان الوطني للصناعات التقليدية يعمل على مرافقة الحرفيين وتطوير مهاراتهم خاصة في مجال البيع الإلكتروني. به دونك من الثقافه هذه حاجه اخرى، صناعات التقليديه. البارح كنت حكيت لنا على عوده الروح والنشاط لمهرجان صناعات التقليديه، معرض صناعات التقليديه بنابل. اليوم المهديه، اي المهديه هذه خاص بالمهديه، البارح نابل واليوم المهديه. صحيح. وقداش نعرفوا الركود مس الحرفيين وخاصه القطاع هذايا تضرر برشا حنان في السنوات الاخيره بمناسبه بالطبيعه الكوفيد والكورونا. دونك عوده الروح مره اخرى والانتعاسه تمس القطاع هذايا، هنيئا للحرفيين. صحيح. اللي هذايا اللي يعني مثل المعارض هذه توفر لهم فرصه للتعريف بمنتوجاتهم اكثر ويقربوا اكثر للمواطنين وللتوانسه، وخاصه مجال البيع الالكتروني سهل عليهم العمليه اكثر. ان شاء الله ان شاء الله كل المؤشرات تقول انه لاباس، في انتظار انه يجينا مديحه المعمري وتعطينا صحيح. هذا احنا نحسوه نستلمسوه، كان نجموا نقولوا نتلمسوه، ولكن تعطينا مديحه بعد قليل في قراءه لاهم المؤشرات الاقتصاديه. باش نختموا حنان، نختموا احنا من بوسالم في اطار التعريف بمفهوم الاقتصادي والاجتماعي والتضامني بالشمال الغربي وجندوبه خاصه والمساهمه في خلق مواطن شغل في صفوف الشباب. قررت جمعيه مجتمع التنميه والمواطنه بالشراكة مع الشركة التعاونية الأساسية للخدمات الفلاحية تحت عنوان الفلاح القيام بمهرجان مجردة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني يوم 26 و 27 مارس بالبراهمي تحديدا ببوسالم. وسيضم المهرجان معرض للمنتوجات تخص التعاونية والمجامع الفلاحية. هكا نكونوا احنا إيناس كملنا جولتنا الصباحية مع أخبار الجهات بالنسبة لليوم. شكرا لك، مشكورة جدا حنان على تأمين الفقرة هذه يوميا بنفس الروح بنفس الحماس وبنفس الابتسامه دينا حنان كل يوم وتعمل لنا الجوله المزيانه هذه. شكرا حنان، يعطيك الف صحه، ان شاء الله نهارك اسعد الايام. باش تعاوننا بالطبيعه خلف الكاميرا مواصله معنا في الكواليس، وكيف كيف خلف الكاميرا زميلي زياد هنية في قراءه من نوع اخر باش يحل لنا جوانح نمشيو معاه من غير تذكره عبور. هو تذكره العبور نتاعنا الى الصحافه العالميه. صباح الفل والنور والياسمين لزياد هنية. انت توا شو نسميوك؟ انت تو صحفي برتبه سفير سفير باش نعطيك اللقب هذا. بارك الله فيك سيدتي وزيره خارجيه هذا الصباح اللي عينتني سفير. والله ما حلينا على الصباح. طبعا اكيد يخلط علينا تو يقول نعطيو في الالقاب. رانا نفذلكوا سخير من البدايه بالفذلكه والجو والموجات الايجابيه اللي انت ديما تنوه بها وتحبذها. انا كي راكم نتفرهد الحقيقه لانه نفخر برشا وقت اللي مؤسسه التلفزه الوطنيه في هذا الفضاء المباشر تراهن عليه يوميا من 9 نتاع الصباح رايح 3 ساعات من البث المباشر نعملوا فيها جولة وطنية من خلال كل المراسلين موجودين على ذمتنا في هالفضاء المباشر هذية من توا تراوهم إلى حدود منتصف النهار. ومعايا هلا الزملاء هذوما شكون كيفني معناها الحمد لله ما ينجم المنشط يقدم 3 ساعات ويعد 3 ساعات إلا وقت اللي تتكثف الجهود. وهنا نشكر حتى خلف الكاميرا في الكواليس في الريجي الناس الكل واقفة وقفة رجل واحد نقولوا حتى امرأة واحدة راي محليها به. يعطيك الصحة إيناس على هالتنويه. واحنا أيضا ما كناش نعملوا في هالبرنامج بالأريحية هذه لو كان ما كانش ثم معدة ومقدمة برنامج من طراز رفيع اللي ربي فضلك يا زياد إيناس ومش من باب شاكر ونفسه يقرئك السلام لا هذه الحقيقة اللي تقال. الحدث إيناس بامتياز كروي أي رياضي بحت اللي هو الدور الأخير من تصفيات الترشح لكأس العالم 2022 بقطر. غدوة الموعد مع مباراة الذهاب تونس مالي في باماكو بالذات بداية من الساعة 6 مساء. ونذكروا أن التلفزة التونسية اقتنت حصريا حقوق بث مباراة الذهاب وأيضا الإياب اللي باش يكون في ملعب حمدي العقربي بيرادس 8:30 متاع الليل نهار 3. اي احنا بعد شويه باش يكون عندنا راهو فقره رياضيه باش امنها لنا اسلام بن صالح وباش يكون عندنا ان شاء الله عبر الهاتف امير الزيتوني مراسل التلفزه الوطنيه في مالي حدث رياضي معناها حدث رياضي والحدث على المستوى العالمي نقول العالمي ونتحمل مسؤوليتي هو اختيار حنبعل المجبري لاعبنا الشاب اللي اختار انه ينضم الى الفريق الوطني التونسي رغم انه من مواليد فرنسا وكانت ثم برشا دعوات واغراءات وغيرها من اللي تعرفوه الكل خاصه متابعي الشان الرياضي ولكن اختار القلب. يقول هو حنبعل لاعبنا الشاب المولود في 21 جانفي 2003 عمره 19 سنه وشهرين بالضبط. الخبر يقول مانشستر يونايتد حنبعل المجبري انشولا شروتير هذايا زميله نيمد النكست جينيريشنز اوورد هذه جائزه لاعب المستقبل للمواهب الشابه هي جائزه الفيوتشر ان ووردز توب يونغ فوتبولرز ليست فما جائزه موجوده اوورد جائزه فما قائمه موسعه إيناس ثم القائمة المصغرة من 50 لاعب باش يختاروا منهم أفضل أحسن لاعب شاب في العالم. وحنبعل المجبري اللي باش يكون في الموعد إن شاء الله غدوة مع زملائه من لاعبي المنتخب الوطني اللي قلوبنا معاهم وكلنا وراهم باش يكون طبعا حاضر. وحنبعل مرشح باش يكون كما قلنا افضل موهبه شابه في العالم لهذا الموسم الرياضي. وكي نقولوا حنبعل راهو حنبعل يلعب في مانشستر يونايتد احد اعتى واعرق واكبر واقوى الفرق العالميه ومش بالسهل انه مانشستر يونايتد خلينا نحكي بلغة الكرة يهبط ولا يلعب لاعب عمره 19 سنة كما أتيحت الفرصة لحنبعل بفضل موهبته بفضل ذكائه بفضل مثابرته واجتهاده ونتمنوا له مستقبل واعد ونتمنوا أيضا المنتخب الوطني طبعا ترشح إلى كأس العالم قطر 2022 إن شاء الله. إن شاء الله الخبر الرياضي وإن شاء الله من اليوم نبداو هكا الجرين تاعهم تاع الشعب التونسي وبدينا نتحمسوا لمباراة الذهاب الحقيقة وإن شاء الله ما يخيبوناش وإن شاء الله نفرحوا بالحق يفرحونا. والحماس ظاهر برشا قدام شبابيك التذاكر أول عودة للجمهور في مباراة المنتخب الوطني 35,000 متفرج مبدئيا باش يقع السماح لهم بمتابعة المباراة نهار 3 8:30 في ملعب حمادي العقربي بيرادس من 60,000 إن شاء الله أكثر هو تاخذ الاستيعاب على 60,000 لكن نظرا للظروف اللي تعرفها إيناس 35,000 فقط مخولين ب المتابعه المباشره في الملعب. به يعطيك صحه ساعه هذه خبر مزيان برشا ويستناوها عشاق الكره وكي يبدا الدرابو على المنتخب الوطني رانا الكلنا اللي يفهم واللي ما يفهمش الكره اللي تبع واللي ما يتبعش في سير المواسم الكلنا قلوبنا مع المنتخب الوطني. نستسمحك زياد تعرف اللي الاولويه في المباشر للمباشر أكيد. خلينا ناخذ خميس بوطان كنت اعلنت وقلت باش ناخذوه في نقطه خارجيه في ربط مباشر من تطاوين الحدث مرة أخرى هو صناعات التقليدية ومعرض باش يعملنا جولة جميلة كأن في تطاوين. صباح النور خميس. صباح النور إيناس، تحية ليك ولكل مشاهدي القناة الوطنية الأولى. كما ذكرت إيناس، احنا موجودين في مواصلة للتغطية الخاصة للمهرجان الدولي للكسور الصحراوية بولاية تطاوين. اليوم في المعرض للصناعات التقليدية النقطة الأبرز صراحة إلى حد الآن في فعاليات هذه التظاهرة من خلال جملة الحضور الكبير للحرفيين من مختلف جهات الجمهورية والإقبال كذلك من المواطنين الزائرين لمدينة تطاوين هذه الأيام في هذا الفضاء الخاص بالصناعات التقليدية. باش نتحدث على هذا المعرض الذي يعود بعد سنتين من الانقطاع مع السيد سامي المهدي المندوب الجهوي للصناعات التقليدية بولاية تطاوين. سي سامي، اليوم نجم نقولوا عاد الأمل من جديد لبرشا حرفيين بعد عامين من الانقطاع من تنظيم معرض الصناعات التقليدية في ولاية تطاوين. بالفعل هو اليوم يتجسد فعليا الأمل وعودة الأمل بالنسبة للقطاع الحرفي في جهة تطاوين وأيضا لكامل التراب الجمهوري، لأن المعرض هذا اليوم فتح فرصة للحرفيين، لأغلب الحرفيين بولاية تطاوين، وكذلك فتحنا الفرصة لعديد الحرفيين من ولايات الجمهورية، 15 ولاية الحرفيين من 15 ولاية شاركوا في المعرض هذا إلى جانب الحرفيين، وإن شاء الله تكون أول الغيث قطر، وإن شاء الله بعد العزلة اللي عاشها القطاع هذا مدة سنتين بسبب الجائحة إن شاء الله بداية الانفراج وعودة الروح للقطاع. شكرا لك. باش نواصل لأن باش نقوم بجوله كذلك مع زميلنا نور الدين العزلوق في فضاء هذا المعرض باش نشوفوا برشا صناعات تقليديه. سي سامي، المعرض هذا فيه برشا ابتكارات وخاصه تجديد الحرفيين اللي هما من اصحاب الشهائد العليا جدد اللي يعرضوا في القطاع الصناعه التقليديه، وهذا مهم برشا. هذا بطبيعة الحال هذا مهم، أيضا من أصحاب الشهادة العليا، أيضا من خريجي مراكز تكوين مهني في قطاع الصناعات التقليدية، وهو يبعث ما يبعث فينا الروح من جديد والعزم على أن نكثفوا من جهدنا التأطيري، خاصة وقت نشوفوا شباب وبنيات وشبان أنهم متمسكين بالقطاع هذا ومازالوا متشبثين ببعث المشاريع في قطاع الصناعات التقليدية. هذا ما يلزمنا إلا بمضاعفة الجهود لتمكين هؤلاء الشباب والفتيات من التأطير اللازم ومن الإحاطة الكافية لكي يقتحموا السوق الترويجية، وإن شاء الله كما أشرت منذ قليل أن شاء الله هي تكون عودة الروح وعودة الأمل للقطاع الحرفي. شكرا لك، يعطيك الصحة سي سامي المهدي. بطبيعة الحال تحدثنا على مجموعة من الحرفيين ومن أصحاب الشهائد العليا، خاصة إيناس الشهيدي، شهرزاد الشهيدي كحرفية في الصناعة التقليدية. شنو فاش تعرض أنت، شنو اللي عندك؟ أنا تقطير أعشاب وزهور، عندي مارك كوسميتيك ناتشيغال شي غازات، واليوم عارضة في معرض الصناعات التقليدية في تطاوين. يظهر لي أنك حرفية وصاحبة شهادة عليا، يظهر لي مهم برشا أن باش ننهضوا بالقطاع ونواصلوا به ونجددوا فيه. أكيد حاجة أكيدة هذه، وسيرتو أنه كنا منقطعين عن نشاط من جائحة كورونا، نتمنوا أنه التظاهرات والأنشطة هذه تتكاثف باش الواحد يعرف بالمنتوج نتاعو، سيرتو اللي احنا في تطاوين ما عندناش برشا تظاهرات كيما هكا. نأملوا إن شاء الله في اللي جاي خير أنه تكون عندنا معناها تظاهرات هكا باش الواحد يعرف بالمنتوج نتاعو. يعطيك الصحة شهرزاد الشهيدي. باش ناخذ كذلك عارضة من ولاية جابس معتمدية الحامة، فاطمة مبروك الشايب، عفوا مبروك. يظل لي حتى انت صاحبة شهادة عليا، عملتي مشروع في الصناعة التقليدية، يظل لي هذا باش نضمنوا مستقبل الصناعة التقليدية إلا بكم أنتم أصحاب الشهادة العليا. صحيح. عسلامة مبروك الشايبي من جابس. نعمل تطريز يدوي وألياف نباتية، صعف والقفة بجميع أنواعها، متخرجة من التعليم العالي، قارية سبيسياليتي نتاعي ديجا معناها ديزاين برودوي. ماذا بينا معناها كانت لي فرصة لما حالة واتيحت لي معناتها الفرصة في مهرجان كسور الصحراوي هذا، أول مرة باش نكون موجودة معاكم. ان شاء الله فما اقبال هو لما حالة، وان شاء الله معناها يتواصل هكايا، وماذا بينا نكثروا منها التظاهرات هذه والاحتفالات هذه باش نكونوا موجودين وباش نعرفوا بالمنتوج نتاعنا اكثر واكثر معناها على الجنوب وعلى تونس كامله، وماذا بينا حتى لبرا ان شاء الله. مبروك، انت اخترتي يظهر لي ما يتميز به الحامه وعملتي الحرفه نتاعك في الوسط نتاعك، ماكش بعيده برشا. لا أنا خرجت من الأصالة نتاعنا حني، معناتها بديت بها هي بالصعف وحاولت نطور فيه، وإن شاء الله معناها يلاقي إقبال زاده، وبحول الله مازلنا نطوروا معناتها وننتجوا اكثر واكثر بحول الله. يعطيك الصحه، شكرا لك ان شاء الله بالنجاح والتوفيق. اخر عرض من مدينه القاسريه، من ولايه نابل. من ولايه نابل، مرحبا بك. يظل المعرض هذا احياكم من جديد كحرفيين؟ لا هو احيانا اكثر من اللي احيانا، لانه رجع فينا الروح من جديد لمحال، فهمتي ولا لا؟ لانه كنا احنا في ازمه اقتصاديه معناتها ومهنيه، الافاق وخاصه معناتها في تطاوين اليوم. بالحق هو حب نشكر الشكر خاص للمندوبيه الجهويه بصفه خاصه وعلى راسهم سي سامي، واللي هم سهلوا لنا برشا امور، راهي كانت مش سهله هي، بقينا كانت الامور ماشيه معناتها كما نقولوا احنا كلمه على الزيت، ورجعت فينا الامال. فما الاقبال؟ لا موجود والحمد لله، موجود لاباس والحمد لله. والسياحه الداخليه اللي ما كناش مهتمين بها برشا عندها قيمه 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 كبيره برشا، والتونسي اصبح معناتها من المستهلكين للصناعات التقليديه وعطيها قيمه، رجعنا للتراث الاصلي. يعطيك الصحه ان شاء الله بالرزق الوفير ان شاء الله. كانت هذه ناس جوله في معرض الصناعات التقليديه في ولايه تطاوين، بطبيعه الحال في مجموعه كبيره من العارضين اللي يعرضوا في قطاع الصناعات التقليديه، باش ننهيو مع اخر عارض في اختصاص يدور لي المسوق هيك ولا؟ المسوق نعم، الصادق الأسود حرفي في مجال الفضيات، منتصب لحسابي الخاص في ولاية تطاوين، ونشارك في المعارض الوطنيه. يظهر لي المعرض هذا فرصه لكم للترويج، لان الاشكال بتاعكم ديما هو التسويق والترويج. اي صحيح، بالاخص بعد العامين الكوفيد اللي مرت بها الجمهوريه، قاعدين نلقاو في مشكله كبيره في البيع في المحل نتاعنا، فهمتني؟ وهذه يعني عينه من المنتوجات اللي خدمتها ايامات الكوفيد، اي كوفيد، وديجا قاعد نتنقل من ولايه لولايه في عده معارض، منها معرض الحامه في الجمعه الفايته، وراس العام في معتمديه دوز من ولايه قبلي، وهذه عينه من المنتوجات الخاصه. يعطيك الصحه، اكيد في برشا ابتكار وبرشا تجربه، ديما واحد لو كان ما يعملش هذاك البصمه نتاع الكرياسيون في المجال نتاعه ما ينجمش يحافظ على الموروث الثقافي نتاعها. يعطيك الصحة، بارك الله فيك إن شاء الله بالنجاح والتوفيق. إيناس ننهيو الجولة هذه، يظل إن شاء الله كان جولة ممتعة مع زميلنا نور الدين العزلوق، ورانا برشا من هذه الحرف الجميلة من مختلف جهات الجمهورية في معرض الصناعات التقليدية في إطار الدورة 41 المهرجان الدولي للكسور الصحراوية بولاية تطاوين. شكرا جزيلا ليك خميس بوطان، وكيف كيف تحياتي وشكري وامتناني سي نور الدين العزلوق المرافق اللي يعطينا صور ولا اروع كل يوم، ومن بعد ان شاء الله باش نكون معنا في نقطه خارجيه ثانيه. دونك هذم زملائنا اللي بداو حاضرين متجندين على ذمه الصبحيه هذه. احنا بدينا باخبار رياضي، بدينا بمانشستر، من مانشستر باش نمشيو الى دكار العاصمه السنغاليه، والموقع او العنوان يجينا من موقع agridigital.net اللي هو موقع يعنى بالفلاحه الحديثه. حتى نفسروا الفلاحه الحديثه باش ما نقولش الفلاحه الرقميه ولا الفلاحه اللي تعتمد اساسا على التكنولوجيات المتقدمه. العنوان هو لا سومين اغريتيك تونيزيا، لا نقولوها بالار على خاطر تولي انجليزيه، لا سومين اغريتيك تونيزيا دو داكار اتونو سي بروميس، اسبوع الفلاحه الرقميه ولا الفلاحه التكنولوجيه التونسي بدكار يوفي بوعوده. الاسبوع الفارت باهي الدقه نتاعك، اي طبعا مهمه، لانه ما نقولوش مثلا ماركت بالار بالفرنسيه اللي هي كلمه انجليزيه، ماركت مثلا شوروم، ما نقولوش شوروم، نقولوا شوروم اللي هي كلمه انجليزيه. لا خويا الدقه مطلوبه جدا طبعا، ما نطيحوش في الاغلاط اللي ما عليناش، مش وقت التعليق. اذا انعقد الاسبوع التكنولوجي الفلاحي كان صحه الترجمه بدكار، اسبوع تونسي بامتياز، تم فيه بحث الافاق الاقتصاديه وخاصه الفلاحيه بتنظيم من المعهد الافريقي للتنميه الاقتصاديه والتخطيط، ووفد التكنولوجيا الزراعيه التونسي قام بالشراكات جديده مع الشركات الزراعيه السنغاليه. والتجاره بالنسبه لافريقيا تظل يقول المقال في قلب خزان العماله، عماله يعني اليد العامله بنسبه 65% توظف الزراعه في افريقيا وهي موطن لثلثي السكان الناشطين، هذاك علاش الابتكار الزراعي يلزم يكون حاضر بشكل كبير في افريقيا ويتطلب تطوير القطاع الزراعي، استراتيجيات وابتكارات ابدعوا فيها التونسيين، وكان رئيس السنغال المكي سال قد لاحظ خلال مؤتمر كيفية تعرف الأغلبية في السنغال مسلمين، لاحظ أن إفريقيا لا تقدر بعد الآن معناها على استغلال إمكانياتها الزراعية بالكامل، ومثل هالتجارب التونسية خاصة تولي عامل مهم في ضمان الأمن الغذائي التونسي والإفريقي والترويج للتكنولوجيا الرقمية التونسية. وفي هذا الصدد إيناس أول مهمة Challenge 1 القمر الصناعي أو الاصطناعي التونسي الأول المغاربي وحتى ربما على المستوى الإفريقي بأيادي تونسية 100%. في مهمته الأولى عرجنا عليه مرة هذا كأنه نعم وباش نرجعوا له القمر الاصطناعي التونسي Challenge 1 أمامنا ربما باش تظهر الصورة الموالية. Pour la première fois en Afrique, هاو أمامنا utilisation de satellites tunisiens Challenge 1 dans le domaine de l'agriculture à Jandouba à partir de cette date. استغلال كما قلنا في دكار التكنولوجيا التونسية كانت حاضرة بامتياز للشراكة في الفلاحة المتقدمة والرقمية واللي هي مستقبل إفريقيا، وإفريقيا مخزون فلاحي وغذائي كما تونس متمورة روما معناها تمول في الإمبراطورية الرومانية في العهد الروماني معناها بالخيرات السبعة كما نقولوا، والإمبراطورية الرومانية كما تعرف إناس تمتد من إسبانيا حتى لتركيا يعني العالم القديم الكل تزودوا تونس بالخيرات. ما فماش علاش عندنا مشاكل في الأمن الغذائي وعندنا مشاكل في الزراعات الكبرى وعندنا مشاكل تؤدي بينا الى الاستيراد، اذا Challenge 1 باش نستغلوه في الميدان الفلاحي من خلال الاستشعار عن بعد من خلال الامكانيات اللي يوفرها في كافه المجالات المتعلقه بفلاحه حديثه والانتاج نتاعها ذو جوده ويمكن من تخطي الصعوبات والعقبات بأيسر تكاليف. القمر الصناعي موجود وباش نبداو به في جندوبة اللي هي منطقة فلاحية ثرية على غرار الشمال الغربي الكل وعلى غرار تونس الكل، أرض خصبة تبارك الله معناها ما عندنا ما نقولوا فيها، لكن حسن الاستغلال وتشمير عن سواعد الجد والكد والبذل في الفلاحة اللي هي ربما من أهم المقومات نتاع السيادة الوطنية، هذا اللي نحبه نوصلوا له من خلال تسليط الأضواء على مثل هالتجارب الرائدة. دونك هذا اللي عندنا اليوم زياد، مازال عندنا أخبار آخر مازال مش باش نطول، عندنا زوز أخبار أو زوز مواقع بسرعة. موقع ترافلستر بيس هذا موقع دولي يحكي على أجمل 16 أو أجمل 16 من الأماكن السياحية في تونس الخضراء ويثمن جمال تونس، ويقول أنه بالنسبة لأفضل توقيت لزيارة تونس فماش أفضل توقيت، في كل وقت يمكن تزور تونس. تكلفة السياحة في تونس 2022 معناها تبدأ من 10 دولارات أمريكية لليوم اللي هي تكلفة نسبيا معناها مش مكلفة. أسعار الفنادق من 23 دولار اللي أيضا فنادق قول تتمتع بكافة مقومات الفخامة والرفاهية. ال 16 المنصوح بزيارتها ولو أنه تونس الكل شبر يقول مدينة تونس جزيرة جربة إن شاء الله تولي الإمكانيات التقنية متاعنا تسمح لنا أن نعديو المقال بالصور وبالكتابات متاعه. إذا قلنا جربة، الحمامات، سوسة باش نفاجئك بحاجة بعد، المنستير هذه كل وجهات تقليدية، توزر أيضا، قرطاج طبعا، القيروان مؤكد، سيدي بوسعيد أيضا، المهدية، ويحكي نبذة ممتازة. صفاقس، صفاقس يقول أيضا يعتبر هذا الموقع الدولي مدينة سياحية جديرة بالزيارة كما بنزرت كما أيضا الجم كما تبرقة كما غار الملح. غار الملح يصنفها من أفضل الشواطئ على المستوى الدولي، دقة الأثرية ومطمطة طبعا مطمطة وماناش بعاد على خميس اللي كان في مهرجان القصور واللي ترقت له الصحافة الدولية بامتياز. باش نتناولوا هالموضوع هذا بسرعة إيناس نعرف من خلال هالخبر من وكالة الأنباء التركية الأناضول. يقول تونس انطلاق المهرجان الدولي للجسور الصحراوية في تطاوين، ويحكي على مشاركة فرق فنون شعبية من عديد الدول على غرار مصر وليبيا، وعلى العروض والندوات، وعلى الفولكلور وثراء المخزون التراثي التونسي، ويحكي على الجسور اللي طولها أو عرضها، طولها 6 متر وعرضها بين متر ونص ومترين، وتصلح يعني طبيعيا للدفء في الشتاء وللبرودة والاعتدال في الصيف. ويقول الجسور الصحراوية ومهرجانها جدير بالزيارة وتثمين. هكا بعزالة وبسرعة، احنا في قلب الحدث امبارح واليوم. هذاك علاش حبيت نشوف يعني المقالات ولا المواقع الدولية على غرار كما قلنا وكالة الأناضول التركية شنو حكيت على مهرجان الجسور الصحراوية. وشكرا لكم على المتابعة بكل سرعة. شكرا لك زياد. باهي الإيجاز والبلاغة تعرف يقراو هذم هما مهارة في حد ذاتهم. شكرا لك زياد، ممتنة لك على تأمين فقرة يوميا من الاثنين للخميس، وان شاء الله باش تكون معايا والى جانبي وبرفقتي ديما في كل المحطات القادمه. شكرا لك زياد، مشكور جدا. يلا نمشيو للنغم هذه بصوت صابر ربيعي وراجعين مواصلين الى حدود منتصف النهار. تفضلوا.